السلام عليكم، عدنا لكم مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من المدينة القديمة. مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة مغارب نيوز، قصة من الخيال، قصة من الخيال، حسب دائما حسب الشهود وحسب الناس اللي ندعو علينا باش نتبعوا مع هاد القضية دي. القضية هو أنه هاد الناس هادو كيقولوا بأنه واحد طفلة قاصر اللي في العمر ديالها 14 سنة كتمارس، على حسب دائما كما تسمعوا معنا، حسب شهود عيان، كتمارس الفساد والدعارة بأحد إقامات المعروفة بمدينة الدار البيضاء. هاد الشيء وقع اليوم، غير اليوم مشينا زعما بغينا نتواصلوا للبنت، حيت الصوتات قالنا زعما لا عرفتوا كيفاش تجيبوا البنية عندكم، حيت البنت مازال طفلة. ما استغلت المراهقة ديال واخا، باش المشاهد يفهم الحالة ديال هاد البنت، الحالة ديال الأم والأب ديالها، واش باقيين متزوجين؟ لا باقيين. باقيين، داروا على وقفوا على طلاق اتفاقي. يعني وصلوا للطلاق اتفاقي. اتفاقي، حتى ديجا كانت دعاتو هي على النفقة، ما صورت والو في النفقة، مشات دابا للطلاق اتفاقي. دابا اش كتقول للمحامية؟ كتقول لها لا أنا ما نديرش، ما نكملش مع المسطرة ديال الطلاق اتفاقي، تيدير لي التنازل على بنتي. وأجاب أجاب الشرق الغرب، راه بنتو، راه والدها بنتو، راه بنتو، راه سهر عليها الليل، راه تعب عليها، راه كبرها حتى ولات عندها 13 عام، تغسلت بنت عندها 13 عام. وكيفاش أنت يا الأب سهر وكبر وربى وعانى وفي الأخير تعطيها فابوط، دير تعطيها طعم، راه حشومة. واش أخويا حنايا خاصنا نحبسوا من هذا الفساد؟ واش هذه البنت إلا كتب الله حملت أش غتولد؟ غتولد لينا طفل غير شرعي وغتبقى داك الشيء مسلسل. واش حنا خاصنا نوقفوا من هذا الفساد ولا خاصنا نزيدوا نعلموا فيه؟ وكيف يعقل الأم؟ الأم الأم القدوة، الأم حشومة أخويا هذا الشيء اللي كرفصت هذه البنت، حشومة. أنا بنت عمتها وبقى فيا الحال، ضرني خاطري، راه وحش آدمي. الناس اللي كيعيطوا لنا كيقولوا راه وحش آدمي، راه سد عليها والبيت فيه الدوش، ما كتخش من البيت. دابا الدرية باقي لحد الآن مسدود عليها. لا ماشي دابا المدرسة. ملي كيبغيها كيجي يديها. بلاتي يعني ملي واش كتمشي بالبحر ديال الاراده ديالها ولا كتمشي مثلا بالتحديد؟ انا ما نعرفش، ما نقدرش نقول شي حاجه ما تقلدش. المهم اتصلت الهاتف اللي كيقول لنا الدريه راه كتجي، راه ولو مدرسه الدريه راه عنده، راه عنده في الدار. إذا الممارسه والطب الشرعي تثبت بان البنت باقى الممارسه. يعني اخر دابا هالطب الشرعي امتى مشيتو عنده؟ امتى تواصلتو معاه؟ غير الخميس. نهار الخميس هو اللي اكد لكم بانه يتم الممارسه على القاصر لحد الساعه. كاين اكتصاب ولحد الان كاين ممارسه، دابا كاين الممارسه حاجه بحال الرجل مع المراه، يعني بدون سند قانوني، بدون زواج. واخوها كيقول لنا هذاك راه خو هذاك راجل اختي، هذاك راجل اختي. كيف يعقل البنت عندها 14 عام ولا راجل اختك؟ راه ما يمكنش هاد الشيء، ما كيدخلوش. كيقول لي راجل اختي وعند البوليس ناكرين، كتقول انا الدريه ما فيها والو، الام كتقول انا بنتي ما فيها والو. والطب الشرعي واش حنا غنكذبوا الطب الشرعي؟ عباد الله راه حشومه وعيب وعار. واخا من غيرك انت واش كاين شي واحد اخر في العائله؟ العائله كلها كلها متضامنه مع عليا، حيت عليا بنت حبيبي، دمنا وختنا وكبرناها، كبرنا في هاد الدار. كلنا عليا، ما غنسكتش انا على حق بنت خالي. علاش؟ حيت كيف ما وقع لعليا يقدر يوقع لوحده اخرى. ما يمكنش نسكت على حق بنت قاصر ما عرفاش اش كدير في الحياه، باقا النعس ما كتعرفش فين تنعس، والام ديالها ديرها طعم. ما تضحيش بالبنيه، البنيه باقا صغيره، كاينه جده، كاينه جدي، كاين خالاتي، كاينين العائله كلها. ما غنسكتوش على حق بنت خونا، ما غنسكتوش باش ما يعمش الفساد، حيت هذا كيتسمى فساد وهذا كيتسمى دعاره. هما شبكه ديال الدعاره، هما شبكه ديال الدعاره، فيها الام كتشد مبلغ مالي على قبل البنت، كيقولوا لي هاد جبدينا، انت عارفه وحنا عارفين. وغير البارح جانا اتصال هاتفي قال لنا شوفوا راه كيديروا دراسات عاوتاني وراكم. ملي كنحاولوا نهضروا مع شي واحد فعلا كيقول لكم شريو طوالكم. اشنو؟ واش كاينه السيبه في البلاد؟ حنا تيقي في القانون المغربي، حنا كنتيقوا في المخزن، حنا كنتيقوا في بلادنا الحمد لله. وكنطلب من الراي العام يدخل في هذه القضيه، راه هذه قضيه راي عام، راه كيف ما وقع البنت خالي يقدر يوقع البنت الاخرى يقدر. وهذا الشيء كله بسبب الام، الام اللي خاصها تكون القدوه، الام اللي خاصها تكون السند. الاب كاين، الاب كيقول لك انا بنتي، واخا انا مريض انا بنتي. دابا الاب راه
في واحد الحاله يرتلاها، قال لك كيف يعقل انا كبرت وصهرت وفي الاخر كتضحي ليا بالبنت؟ علاش كتضحي ليا بالبنت؟ ما هو السبب؟ السبب هو من اجل الماده، ينعلبوا الماده، ينعلبوا الفلوس، ولكن ما نضحيش بشرف بنتي اللي هي القاصر 14 عام عباد الله، 14 عام على قوت الله كبر، 14 عام راه حشومه، والله ياخذ الحق. انا اللي كبرت هذه هي هنا على يدي، وكانت تقول لي با، وهذا تقول لي با، ولكن في الاخر ملي وقع غلط ما بين امها وولدي مشات خرجت داتهم، داتهم هربتهم علينا، واليوم خاصنا نشوفوا ولاد ولدي. لا اش كتقول انت الحاج في هذه القضيه ديال الاغتصاب اللي قال لك بان الدريه كيتم اغتصاب ديالها بالموافقه ديال الام ديالها في واحد الاقامه في دومارس، اشنو كتقول انت في هذه القضيه الحاج؟ هذا الشيء اللي كاين. اشنو كاين؟ هذا الشيء اللي قلناه هو اللي كاين. لا عاود لنا الحاج باش الناس هما يسمعوا، عاود لنا حتى باش نعرفوا شنو هاد الدليه ملي في هذا الاغتصاب ديالها مشات جابتها هنايا وداتها عند ولد خالتها ولا فين مشات وعاود في الاخر سكنت هنا سكنت هنا ودات اللي بغات على على حسب ما عاود لنا شنو وقع. ما بغيتش لي هادشي، ما بغيتش لي هادشي، شوف اسيدي راه بنتي ومكبراها وزيدوا وخلوق هنايا وانا ما ساخيتش في بنتي اللي دارت لي هاد الشوها. سمعت يا سيدي دارت هاد الشوها وكبيره وحنا ما بغيناهاش، بغيناش هاد الشوها. باش عرفتي الحاجة بان كيتم اغتصاب ديال الدريات بنت ولدك؟ انا سمعتها 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 وشفتها. يعني شفتها شفتها الحاجة هاد الشيء؟ واه كيقولوا كيقولوا راه على وتاركه وقلبنا ومشينا مخلفوا نجيو. يعني انتوما الحاجة يعني انتوما ملي قلبتوا دابا الدريه لقيتوها ما بقاتش بنت؟ اي يا سيدي كاين كاين هادشي. ما بقاتش بنت؟ لا ما بقاتش بنت الحاجة. ما بقاتش بنت. واخا وهاد الام ديالها علاش في نظرك الحاجة هاد الام هادي علاش غدير هادشي مثلا؟ علاش غدير هادشي؟ علاش دارت هادشي هاد الام؟ وهذاك الشيء اللي عطاها الله، هادشي اللي عطاها الله على قبل هذا. هاد المصيبة هربت وزاد وزدت زدت هاد ما نقدرش نقول هاد الشيء. اذا شنو كطالبي الحاجة؟ شنو بغيتي دابا انت؟ شنو بغيتي؟ وبغيت الحق. بغيتي الحق الحاجة؟ اييه بغيت الحق، راه بنتي راه بقات فيا راه كبتي. دابا انت بغيتي حق بنت ولدك؟ بغيت الحق. سمعتي؟ بغيت الحق، راه بنتي وكبتي ورانا زيادة وخلوق هنا ودارت لنا هاد الفضيحة. ها وحنا ما رضيناش ما رضيناش ما رضيناش هاد الفضيحة اللي دارت ليها اللوم زدت على هاد الشيء. ها ما حشوماش. والله ياخذ فيها الحق، والله ياخذ فيهم الحق. هادي بنت خويا كانت عايشة معانا، أنا اللي ربيتها، أنا اللي كنت كندير المدرسة وكنجيبها، أي حاجة كنديرها لها أنا. اي حاجه كندير. واشنو وقع؟ ما كنتش انا وهذا الشيء حتى سمعنا هذا المشكل. لا اشنو وقع عاودي لنا باش نعرفوا اشنو الراي ديالك انت باش المواطن وتا الراي العام يعرف اشنو واقع. الاغتصاب فين شكون اغتصب هذا الدري؟ من عائلته، شي واحد من العائله. عائلته من عائله ديال العائله ديال الام ديالها. ولكن واش تحت تهديد ولا بخاطرها ولا ما فهمتش شنو واقع؟ تهديد. وسمعت انا هذا الخبر هذا. وانا اللي كنت كنعرف. الناس كانوا جيراننا. كانوا ساكنين حدانا. الدريه كانت مربيه تربيه حسنه. كنشوف باها جيب كتدخل للدار تحرم. والدري ولده. كنريح مع باها في القهوه كيجي لعنده كيقول ليه با بغيت بغيت كيجبد ليه هكا وليدي سير. كانوا مربين وتربيت باهم غادي بواحد الطريق مستقيمة. يعني الوقت اللي مشاو ليها خويا انا ما كنتش عارفه فين سكنوا ولا فين مشاو ولا فين هادي كنسمعوا الفجعه هادي ديال هذا الخبر اللي قالوا بانه. لا واش دابا الحاج غير باش الراي العام حتى هو يفهم واش هذا الشيء دابا انتوما واش شاهدين فيه ولا غير عاودوا لكم باش حتى الناس تفهم شنو واقع؟ انا سمعت هذا الخبر هذا لانه هويا انا مريض في الدار، اما هو انا اللي كنعرف باهم ملي كانوا حنايا في الدار كانوا مربين تربيه حسنه، كلشي كيخاف من باه، كيسمعوا باه مليح كيدخلوا للدار، باهم ما خاصهم حتى شي حاجه، اللي بغاوها كيعطيها ليهم، يكسيهم،
يجيب لهم اللي بغاه. وهذه هو الشهاده ديال الحق. لا وهذه البنيه انا دابا سمعني الحاج باش الراي العام حتى هو يسمع معنا ويفهم معنا والناس كيشاهدونا. دابا هاد البنيه اللي كيهضروا عليها هاد الدريه اللي هي في عمر ديال 14 سنه اللي هي قاصر. واش هاد المساله ديال انه كيتم الممارسه عليها ديال الجنس بالاذن ديال الام ديالها واش انت مع هاد؟ انا خويا مريض في الدار. انا كنشوف سمعت هادشي اللي وقع. سمعت خويا. اذا دابا انت كتقول غير دابا داك الشيء ديال الجوره اش كتعرف على هاد الناس؟ انا كنشهد يعني انت ما عارفش هاد القضيه ديال الاغتصاب ديال الدريه ما عارفش غير سمعتيها. هذا هو اللي كاين. اما هو من ناحيه باها هي انا كنت هنايا كنخرج من الدار كتكون مريحه هنايا كتعرف باها جاي كتخرج تدخل تهرب من الدار. دخل الدار صافي هادشي اللي كنعرفوه. يعني الدريه بغيت تقول بان ترباش حداكم تربيه حسنه ياك هذا هو الشهاده اللي بغيت تشهد انت. هي اللي بغيت نقول لك. هذه الشهاده اللي بغيت تشهد انت. شي حاجه اخرى ما يهمها. واخا شكرا شكرا. اذا ما غنسكتوش على حق البنت كلنا عليا كلنا عليا كلنا عليا لا للاغتصاب لا للدعاره لا للاغتصاب لا للدعاره لا إذا بلاد القانون وبلاد الحق كما سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدينا كنطلب من الجمعيات حقوق الطفل ما تبقاش ولدي كلهم يديروا معنا يد المساعدة باش ناخذوا حق بنت حبيبي ما غاديش نخليها تضيع ما غنخليهاش تضيع الأم غير مؤهلة وغير ما عندهاش الكبدة على ولادها قالوا من هنا وبابا ولا مريض قال لك ولا ما تقطعوا لي راسي ما غاديش انت تلحق بنتي حق القاصر 14 عام اللي كمان ايداها على الدعاره وولات امراه وعمري ما كنت منكر شوف ما يتاكل هذا منكر اللهم ان هذا منكر وياخذ الحق خويا شوف ما انا كنديها المدرسه وكيقول لي واش تما كنقول لهم لا انا عمتها شوما شوما ان شاء الله ان شاء الله القضاء غينصفنا غينصفنا ان شاء الله القضاء على حق عليا مت عليا كنقول لهم لا انا عمتها والله فوق مني وحنا كلنا يد في يد عائلته ما تخافش ما على العين انها ما على العين انها تحت الضغوطات ديال الام ديالها وما تعتصم هي كتعيش تحت من الضغوطات غادي نقتلوها والام خافت حيد الحضانة حيت ام غير صالحه ام غير صالحه الام اللي كتعطي لبنتها الدم الواحد باش تكافس عليها من اجل الماده اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر الله ياخذ الحق حسبنا الله ونعم الوكيل.